وإداريات ثانوية البنات. كل الشكر المتجدد لراعي الحفل الكريم والسادة أولياء الأمور الكرام الأفاضر على حضورهم النير، ودمتم من تميز إلى تميز، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أيامنا كلها بدت من هون، نفس البداية ونفس المكان. صحيح أفكارنا كانت مختلفة من يوم ليوم، بس في فكرة واحدة وشعور واحد كان موجود كل يوم، الأمل إنه اللي جاي أحلى. قصصنا، المواقف الحماسية اللي كنا نحكيها بانفعال زايد، نبراتنا، ضحكاتنا، نظراتنا، كلماتنا السرية، والأشياء اللي ما حد حيفهمها غيرنا، حياتنا ما رح ننساها. الكتاب سلاح العلم وسلاح أشياء تانية، هو السلاح الوحيد اللي كان جاهز بأي وقت ولا أي سبب، السلاح الوحيد اللي بس بيترك بسمة وذكرى تختصر كل شيء. باكيتات الشيبس والشوكولاتة كانت أخطر أنواع الخطوط الحمراء، أول أسباب الطوش الودية وأهم سبب للرشاقة. ركضنا وضحكنا وزعلنا اللي مش زعل، أشياء بسيطة. حالة الطوارئ أيام الامتحانات، وقت ما نوصل خط النهاية ويبلش الجد، عاد ما هاللحظات مليانة توتر، عاد ما هي حلوة ومليانة حب. وقفتنا مع بعض بقلوبنا كانت تخفف عنا كتير، ودعواتنا لبعض قبل حالنا كانت تسعدنا وتساعدنا. بلش الوزن وبلشت الأفلام، إشي رعب إشي دراما، حتى الكوميديا أخذت دور، كل وحدة عبرت عن خوفها أسلوبها وطريقتها، بس بالأخير كانت فترة ومرت وتعديناها لأننا بنقدر وبنعرف إننا بنقدر. المراجعة اللي بعد الامتحان شي ما حدا فهمه، مرات بيكون سبب لنكسة قوية وبداية لجو من الاكتئاب، ومرات بيكون فرحة ولمعة أمل ودافع قوي لحتى نشتغل للامتحان الجاي بهمة أكبر. النتائج الإشي اللي بنستناه كلياتنا، ولما يجي يمكن للحظات نتمنى إنه ما إجا، لأنه صعب تحسي إنه كل شي عملتيه هلأ حيبين، وإنه مستقبلك ومصيرك هلأ بيتحدد. وممكن نختصر الموقف تعليق موقع النتائج، الدقائق الطويلة والمشاعر الكتير اللي بتعبيها، مشاعر الخوف والأمل والكلمات المليانة دعاء.
أحلى فرحة؟ أحلى فرحة لما يمر ببالك كل شي صار بهالسنة، كل ليلة سرتيها وكل دعوة دعيتيها، لما تحس إنه تعبك ما راح. وإنك فرحتي الناس اللي بتستنى تفرحي، لما تشوفي حالك وصلتي لحلمك وحققتي اللي تمنيتيه، ساعتها بس راح تنسي كل التعب. خلصنا توجيه، خلصنا أحلى أيام، عشناها بكل شي فيها واستمتعنا بكل لحظة قد ما فينا. وبعد ما جربنا عرفنا إنه مش كل شي زي ما الناس بتحكي. سنة التوجيه كانت مليانة حب ومليانة أمل، دلنا فيها نقرب من بعض أكثر ونقرب من أحلامنا. صح تعبنا، بس دمعة الفرح بعيون أهلنا ومعلماتنا بتستاهل، وإحنا بنستاهل. نستاهل نسكر دفتر ذكريات المدرسة ونكتب بآخر صفحة نجحنا. كالمسك حتى ملأنا حصادنا في يومنا هذا جمال. هن غرس كان بذرة، كان حلما كان فكرة، بات شمسا بات نورا، يملأ الدنيا سرورا وحبورا. هن زهرات الحصاد نبتنا في جنباتها، من البداية للختام ملأنا حبا وئام. رافقننا في الخطوة الأولى، والآن في الباب الأخير يبصرنا أنوار النهاية. كان حلما ناعسا ثوب التخرج زينا، حققناه في ظل هذا الصرح حتى بات حقيقة نشدوها ونحكيها. جمهورنا الكريم، نقدم إليكم جزءا من حصادياتنا التي قضينا في ظل هذا الصرح 12 عاما. والكلمات المتركبة مستجدة. نحن الحصاديات نقف اليوم على هذا المسرح، وقد قضينا في ربيع حصادنا 12 عاما. تسمعوا حكاياتنا. تلك البداية التي تعود بنا إلى 12 عاما باتت خلفنا، تلك البداية التي لم نكن نعلم من بعدها. أما أنا فقد بدأت حكايتي منذ 13 عاما، طفلة في الخامسة من عمري تحمل حقيبة تفوقني طولا، فارغة هي مملوءة بأحلام تلك التي تتلخص بنجمة تزين محياي واسمي على لوحة شرف في آخر سطر تمهيدي. شقية كنت أيضا، تبعدني المعلمة عن صديقاتي دوما، صديقاتي اللاتي لم أكن أعلم أن يوما كهذا بعد 10 من الأعوام سيجمع شملنا. وين أي
أيامك يا ستي؟ وين أيامك يا ستي لما كنت تحملي العقدة وتروحي على البيارة عن سيدي؟ وأيام الحصاد، وأيام الحصاد تغني للحصيد، والمغرب، والمغرب لما تتجمع الحبايب تغني، وسيدي غني أوف وتشيف على مغناك يا ستي. كلمات بتعود للصف الثالث، واللي حينها تم اختياري كمذيعة لقناة المجد الفضائية ليبدأ من بعدها عالم تحت الأضواء لاختيار الأزياء والإكسسوارات. تنافس بريء وإبداع لطيف كان يملأ زهر البساتين. كنا معا نحفظ جملنا ونضحك على أخطائنا، وليس منا من ينكر أن الحصاد كانت مكتشفنا. فقبل الصف الخامس كانت كلنا تحلم أن تكون طبيبة أو مهندسة، فذاك أعلى الأعلى على حد علمنا. من كنا قد اكتشفنا ميولنا ولا أهواءنا، لكن المهم أن أهلنا كانوا يسعدون بأفكارنا. في الصف الرابع تغير شكلي وازددت طولا، واصبحت املك تصريحا طفوليا للغايه لاخبر من يصغرني بعام او اثنين بانهم ما زالوا صغار، صغار جدا. اضفنا الى زي المدرسه قطعه جديده فيما بعد. لا زلت أذكر أشكالنا غريبة الظريفة، حجاب الأميرة يكشو غالبنا، ويلف الشال المكلل بالدبابيس باقينا. سعيدات كنا بمظهر جديد، وبهذا نال طالبات الصف السادس راحة صباحية من تسريح شعرهن. وفي الصف السابع فتحت أبواب الإعدادية أمامي لأزداد اشتعالاً، وصارت تكبر في أهدافي، فأتصور أين أسير وماذا أريد أكثر وأكثر. وبعدها جاء المفترق، لم يكن سهلا ولكن اجتيازه كان تحديا مثيرا يجبني. إنه الصف الثامن، صف الجنون والركض السريع إلى أبواب قسم الثانوية. لم تعد مادة العلوم واحدة، بل قسمت لأربعة أبواب كانت تملأني فخرا، فقد كبرت أنا. وأذكر فضولي جيدا في الصف التاسع لاكتشاف القسم الجديد وتشرب عاداته الجميلة. ترنا العلم أو الألم، بدأنا معترك العمل، قدمنا لطموحنا جهدا لم نحلم في صغرنا اللطيف به أبدا، وها نحن نكبر والأول الثانوي يدنينا من الأمل. عام مصيري، عام مصيري يقارب الانتهاء، والحلم يكبر في جوانحنا، وقصتي مع الحصاد ستنتهي كي تبدأ الأجيال قصصا وحكايا. عام مصيري يكلل كده بحفل يجعل الواقع خيالا. اليوم يا حصادي يا وطني الصغير، صرت ثمرة من ثمرات شجرة هي أنت، شجرة أصلها ثابت وفرعها في السماء. أنت يا حبا عميقا تغلغل داخلي، يا أجمل أيام العمر وحقائب الذكرى وضحكات الروح. كبرنا يا حصادي لنودعك، ونسير برسائل الإيمان والعلم والإبداع لهذا العالم، ونكون لما ربيتنا عليه رسلا في هذه الأمة. مديرتي معلماتي، نحن غرس زرعتموه، رويت
وسقيتموه بماء قلوبكم لنصل لهذا المكان اليوم. أي كلمات تفيكن الحق؟ القلب لكن يفيض امتنانا ويلهج اللسان شكرا وعرفانا، وليته يفيكن بذلك من حقكن شيئا. ها أنا أقف اليوم ألوح تلويحة الوداع، وأكتب آخر أسطر حكاية نسجتها ذكريات تتالت لتشكل عمرا قضيته ها هنا. ها أنا أترك الحضن الذي احتواني أعواما، اليوم أقف على أعتاب في حصادي وفي قلبي ذكريات وأيام زاخرة بالجمال، وفي عيني دمعة لامعة، في يدي شهادتي وعلى لساني عهد الوفاء الذي قطعته دوما لأجلك. اليوم يكبر البرعم الأخضر الصغير ويغدو ثمرة صلبة تنشد جنيها وحصادها. أماه أماه، يا من كنت لهذه الطفلة سندا تمدينها بأحن وأرق العبارات الدافعة في عثرات دربها، يا من تحملت تقلبات أيامها وكنت منبع العزيمة والصلابة لها، ها هي طفلتك كبرت اليوم للحد الذي جعلها خريجة. أبتي أبتي يا مصدر إلهامي ومعلمي، يا من كنت موقد شغفي وإرادتي، صغيرتك تكبر وتسعى صوب أحلامها، تشق السماء بأهدافها وتنطلق. اليوم يا والدي ترون زهرتكم الصغيرة بستانا عطرا، واليوم تغدو خطواتي الأولى التي مشيتها ذكرى. اليوم ما عدت طفلة، يا من حملتم همي أكثر مني، يا من بذلتم لأجلي كل شيء، أنا الآن قرض عينيكم التي تحلق في سماوات التميز وتنهل من أبحر النجاح. والدي الحبيبين، ها هو الوقت الذي انتظرتموه قد حان. اليوم أهدي تخرجي لكما، وفرحتي هي بكما أدامكم الله لي. وكنتم للقلب كلما تعب قوة، وللدم وللدمع إذا انهمر أكفا تمسحه. عشنا أياما حفرت في القلب عميقا، بكينا ضحكنا تعبنا وسهرنا، وها نحن نعانق أكف بعضنا معا ونصل للنهاية معا. اليوم نطلق زغاريد الفرح محملة بأتعاب مسيرة طويلة، وها أنت أيها الصرح المهيب تشهد تفجر العيون ورسم أحلى الدروب في السماء، ونشر الكلمات إلى قواف تجمع همسات دافية. اليوم أودع كل هجر ها هنا وكل قلب. الحكاية تنتهي وتبدأ حكايات عمر جديدة. تشرق شمس جديدة كل يوم، وسنظل يا حصادنا أبناءك البررة، وسنحفظ عهدا ربيتنا عليه، نقول وداعا ونقول إلى لقاء. سنتركك وتظلين حية فينا، غرسا في قلوبنا ونبضات تغذي القلب حبا. يا حصاد المجد بالعلياء قومي وازخري، ها هن خريجاتك أطللن بأبهى أثواب تخرجي. بمجدك حصادنا أتينا نباهي ونشدو ونقطف منك الرنا، ففيك معلمات لا 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 لا، بل هم أمهات رسل كرسنا أنفسهن لنا، بحنكة قائدة فدت نفسها لنا، يا فدوانا دمتي لنا. حصادنا يا مهجة قلوبنا، إن موعد الفراق قرب، والدمع بالعين اختضب والقلب تسارع في نبض، والله إنه ليعلم
أخلاقك ويكوى فؤادنا لدموعك. لا تحزني، لا تبكي يا حبيبتي، فوالله لتبقين في القلب موطنا وفي الذهن مرشدا وفي دجى أيامنا شعلتا. والله إنا لنعتنك حصادنا، أنا لنبقى على عهدك ما حيينا، إيمان علم وإبداع، وسنبقى نعتز ونفتخر أن منك جئنا وإليك نسبنا. تلك الحياة تواتر وتعاقب، جيل مضى أنهى المهمة وارتضى درب العلا، واليوم حانت ساعة الجد لجيل آت، جيل مفعم بالأمنيات، طبيبة، كاتبة، جراحة، عالمة، معلمة، مرشدة، ومهندسة جينات. اخترنا ذات الدرب الذي قد ساره جيل التميز، وأبين إلا أن يفقن طموحهن، وأبين إلا الجد قبل المجد. اخترنا السعي حبا وانتماء، وحلمنا بأن ينفعنا بالعلم البلاد، وحصدنا وزرعنا ليحصدنا الحصاد.